يبدو أن المواطنين راح يتعودوا قريبا على مصطلح جديد وهو ديجيتال كارنسي، حيث أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل أيام عن نية المصرف بطرح العملة الرقمية للتداول خلال عام 2021. العملة الرقمية أو الديجيتال كارنسي أو الكريبتو كارنسي هي نوع من العملات المتاحة فقط بشكل رقمي، أي أنه ما لها وجود ورقة مثل الأوراق النقدية أو البنك نوتس، بس تتمتع بخصائص مماثلة لها. كل ليره معنا اياها بلبنان عاجلا ام اجلا 70 80 90% منها بده يتحول لدولار، فلذلك وقت تنعمل رقميه يعني مزروبه بال 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 يعني بالايثرنت بالكمبيوترات البلد بتصير اصعب لك انك تجي تستهلكيها. يعني هاي هي عرفتوا كيف؟ بتصير عندك ما كثير يعني، بس انه بتصير عندك عمله رقميه، يعني ما بتقعد تشوف ورق، بتصير تشوف يعني بتدفع كله بالكارت وبالعمله الرقميه كله، مثل يعني خلص انت ما بتشوف يعني دولاراتك، ما بتشوفهم، بتشوفهم شيء فيك اسمه العمله الرقميه، بس بيمشي بلبنان، برات لبنان ما بيمشي. انا اصلا جبت لكم معاشاتكم لهالشهر، بدي ادفع لكم. انا كثير انبسطت بهالخبريه. هاي معاشك، معاشك حبيبي، معاشك حبيبي. لا لا سيدي سيدي، شو خصنا هذا معاشك؟ هذا معاشك في اقل من شو اسمه حبيبي. يلا ما تصرف كثير، خلي للشهر الجاي. سامر سامر حبيبي، عصامه حبيبي، نجيل يعود عليك يا حبيبي. يلا يا رب. انا بقى معي شويه فراطه، لحظه شوي، شويه فراطه بس، شوي خذ لك بس، خذ شويه فراطه انت كمان، خلي معك، ما بتعرف بتعوز على الطريق. فيك ترجع تحضر هالحلقه من لهون وبس عبر ابلكيشن ال بي سي اي، ساعه اللي بدك وين ما كنت.